رأيي ديالك في هيام ستار؟ شوف انا ديك السيده واخا خرجت تتهاجمني انا ما غاديش نهاجمها، حيت مسكينه هذيك 36 حمقه. واش انا نهضر مع وحده حمقه تتاكل الدواء؟ راه ما يمكنش. بحال قال لك بحال غادي تهضر مع شي راجل كبير ولا شي بيبي صغير، فهمتي؟ ما عندوش العقل، ما يمكنش لي هذيك. الله يسهل عليها والله يسترها. هذيك قالت لك هي بالضبط خلال التصاريح ديالها، بليز بليز ما تبقاش تقلدوني بليز. انا هي ملكة الجمال. انت لا لا هي ملكة الجمال وما كاينش ما احسن منك. اودي واكل الدواء تصدقات لنا ما نصوروا منه والو. انت بلا دوا اللي خاب على راسو. الرساله لا عندي بعدا شي كلمه نقولها بالنسبه لدوك المنتقدين ديالي اللي تنتقدوني. تنقول لكم شكرا بزاف، بسببكم انا باش تعرفت وبسببكم انا باش تشهرت، وكاع الناس اللي تنتقدوني شكرا بزاف، درتوا لي واحد الشهره ما تصوروش شحال درتوا لي. تنشكركم بزاف وتنشكر بزاف الناس اللي كيبغوني، شكرا لكم بزاف وتنشكرك انت. لينا واحد الرساله لهيام ستار، رساله مختصره لهاد السيده اخويا، واحد نصيحه ولا رسالة. شوف انا هذيك البنت تبقى فيا، اقسم بالله تتبقى فيا هذيك هيام، تتبقى فيا. عرفتي علاش؟ بان وصلت بهذه الدرجه بان تقول له ماكو بنتي ديروا ليها وديروا ليها، يعني وصلت هذيك الاخر لفه، فهمتي؟ بينت هي ام في امتحانونا يعني، ولكن الصراحه الله ما رسالتها خصها تشرب دواها وتمشي للسبيطار تعالج، فهمتي؟ غادي تكون بخير والله، جو كوا تكون بخير، خصها تعالج اوبليجي. ولكن انا ما عرفتش واش بصح تاكل الدواء ولا دايره ديك هبل تربح، هبل تربح. ولكن تاكل الدواء الله يشافيها والله يسر ليها. نزار سبيتي رساله لي مختصره. الله يطيرها. الله يطهر اخويا ونتناه منه. تيجوني رسائل وقال لي مؤخرا تيجوني رسائل بالتهديد بالقتل بالتعنيف، تيجوني تهديد بزاف ديال الناس، وهما انا جو سوي سيغ بانني عارفاهم غادي، فهمتي؟ ديكلاريت وكتبت سمياتهم، فهمتي؟ دي فو كونت في انستغرام باين شكون، انا عارفه شكون تيصيفطوا لي عباد الله باش يهددوني بالقتل، بتخسارة الوجه، بزاف د الحوايج. الحمد لله كلشي ديتو للمخزن والمخزن راه داير خدمته. وعلاش بالضبط هاد المسألة؟ شوف كاين واحد النوع تتكون معاشرو ولا تكون تتعرفو، و اون فوا تيشوفك نجحتي في حياتك تيبدا يهدد فيك، تيبغي ينتقم منك، تيبغيك يشوفك طايح، تيبغي المهم تيبغي شي. دابا انايا تنتظر من هذوك الناس بزاف د الحوايج بانهم يقدروا يقتلوني من هذا المنبر هذا، انا عارفهم شكون، وانا درت ديكلاراسيون ديالي والمخزن واخا دير لي فوكونت المخزن غادي يجبد لي فوكونت. بوليس د انترنيت راه معروفه، واش شي معروف ومعروف شكون، وكتبت سميات في منشكه في امرهم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارتاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.